السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح نشرح عن خوارزمية الـ HJF Scheduling النوع الثاني، واللي هو نوع الـ Primitive HJF Scheduling. طبعا نوع الـ Primitive يختلف جذريا عن نوع الـ Non-Primitive HJF. هذا النوع طبعا عندنا حل واحد فقط، ماكو غيره، يعني ماكو with arrival و without arrival، هو فقط حل واحد. لو نجي ناخذ هذه القيم اللي عندي مجموعة من الـ arrival ومجموعة من الـ burst time حتى نحل عليها الـ HJF Primitive. طبعا خلينا نركز بعبارة جدا مهمة، حتى نحل هذه المسألة يجب أن أخذ أول Arrival يصل عندي، بعدها راح أمشي خطوة خطوة وليس أخذ كل Burst Time، لا أخذ خطوة خطوة من Burst Time وأشوف شنو راح يوصلني من Arrival داخل هذه داخل CPU. أنا قاعد أمشي خطوة خطوة أشوف يا Arrival راح يوصلني، أجي أقارن بينه وبين الـ بروسيس الموجود حاليا على اساس البيرست تايم. خلينا نجي نحل طبعا ونشوف اللي ما افتهم هذا الكلام. فاول ارايفل وصلنا هنا اللي هو الصفر اللي هو البي 4. اذا بعد انا ما اخذت البي 4 راح امشي اول خطوه ستيب 1، مشيت واحد من الدخل عندي، دخل عندي بي 3، ليش؟ لان بي 3 مالته واحد. تمام، اجي اشوف يا هو الاقرب بيرست تايم بي 3 لو بي 4. البي 4 اذا استمر ويا البي 4، ايش قد صارت قيمته بالـ CPU؟ 2. يا هو الدخل عندي Arrival 2 اللي هو الـ B1، يا هو الأقرب الـ B1 لو الـ B3 لو الـ B4؟ ما زال الـ B4، إذن استمر ويا الـ B4 راح يصير عندي 3. ما زال بس هذن الداخلات، إذن الـ B4 انتهت عندي، راح أجي شنو هو الـ Arrival اللي أقل أو يساوي 3؟ فقط عندي الـ B3 و B1، إذن ما لي دخل بأي بروسس ثاني، فقط هسا عندي الـ B3 والـ B1. راح اجي اقارن منو الاقرب، اخذ البيون اكيد اقرب لان بيرست تايم قلنا مالته اصغر من البي 3، فراح اخذ البيون. لو نجي هنا نشوف انه راح اخذ البيون، اذا راح استمر ويا البيون. بيون من الثلاثة للاربعة راح يدخل عندي ارايفل جديد بالاربعة اللي هو البي 5. تمام، راح اجي اقارن بين البيون وبي 5 وبي 3 منو اقرب بيرست تايم. أقرب بيرست تايم نلاحظ هنا اللي هو، أو نرجع لهنا، B3 B1 B5، من أقرب بيرست تايم اللي هو B5 4. إذا راح أترك B2، أقول ها أنا أخذت من عدا فقط بيرست تايم واحد، بقى خمسة عندي بيرست تايم، لأن إجا واحد أقل، فراح أمشي B5 بعدين أرجع للB1، فراح أستمر ويامن ويا البي 5. لو نلاحظ هنا من الثلاثة الى الاربعة اخذت منها فقط واحد وانتقلت للبي 5 اللي راح امشي به من الاربعة للخمسة. راح اشوف بالخمسة من راح يجيني، راح يجيني البي 2، ليش؟ لان الارايفل مالته خمسة. ايضا اقارن البي 5 لو البي 1 لو البي 3 لو البي 2، البي 2 اقرب لان البيرست تايم الى شنو؟ 2. اذا راح اوقف جميع العمليات اللي عندي بالسي بي يو تايم، امشي بالبي 2. البي 2 ايضا راح امشي به خطوه خطوه، هذا البي 2 من الخمسة للستة ما راح اشوف الرايفل دخل عندي جديد، راح استمر للسبعة انهي البيرست تايم مالت البي 2 انتهى. راح اجي من الان داخل عندي حاليا سبعة واقل، عندي البي 1 بي 3 بي 5. طبعا هاي هنا عندي البيرست تايم ورا ما اخذت منه ستة، قلنا انه بقى خمسة لان اخذنا منه واحد، وهذا اخذنا منه واحد، بقى بي 3 فقط. الارايفل الجديد طبعا ورا ما انهيناه من الثنين لوين طلع للاربعة وخرج، اذا الارايفل الجديد مالته صار اربعة. عندي البي 5 من الاربعة الارايفل الجديد مالته صار خمسة لان بالخمسة خرج. هسه راح اجي اقارن هذن اللي عندي على اساس البيرست تايم، من هو الاقرب؟ خمسة بالنسبة للبي 1 لو بالنسبة للبي 3 اللي هي الثمانية، لو بالنسبة للبي 5 اللي هي الثلاثة، اذا الثلاثة اقرب. اذا لو نلاحظ هنا اخذ البي 5، هو ايضا راح يمشي خطوة خطوة من السبعة للثمانية، يشوف اكو ارايفل جديد يدخل لي البيرست تايم مالته اقل حتى اقطع هاي العملية وامشي ويا الارايفل الجديد او لا. اذا هنا بما انه ماكو ارايفل جديد راح يظل يستمر من الثمانية للتسعة للعشرة، للعشرة اتوقف لنخلص البيرست تايم. اجا وراء بواقع عندي انا بس بي 1 وبي 3، ما عندي ارايفلات جديدة او بروسسرات جديدة، راح يشوف يقارن بين بي 1 وبي 3 من اقل بيرست تايم ياخذه. طبعا بي 1 اقل بيرست تايم اخذه كله، خلص للخمسة
يعني ماكو ارايفل جديد، ورا اخذ البي 3 تمام اللي هو كان قيمته 8 راح اخذه من 15 ل 23. وراها طبعا بعد ما كمل اجى راح يحسب الويتنج تايم اللي هو قانون السي بي يو تايم ناقص ارايفل تايم، والتيرن اراوند تايم اللي هو قانون الويتنج تايم زائد البيرس تايم. طبعا عندنا هنا مشكله صغيره انه السي بي يو ناقص الارايفل مثلا للبي 1، للبي 1 مثلا تكرر عندنا هنا وتكرر عندنا هنا، شلون راح نحسب السي بي يو؟ اذا السي بي يو للبي 1 بالبدايه ايش قد كان؟ 3. اذا راح اخلي 3 ناقص ايش قد الارايفل له؟ الارايفل 2 اول ما بدا السؤال، زائد بما انه تكرر راح اكتب السي بي يو الثاني ايش قد بدا؟ 10 ناقص الارايفل، الارايفل الجديد اللي بدا بي من هو صار 10، الارايفل الجديد اللي هو نفس السي بي يو اللي خرج منه اللي هو 4 هنا، احنا خلينا ارايفل جديده له قلنا 4 صار ارايفل مالته بدل 2، لو نرجع هنا بدل 2 خليناه 4، اذا راح يكون 10 ناقص 4 ويتساوي لنا 7. كذلك ايضا للبي 5 لان كررت عندنا، ايضا راح ناخذ السي بي يو ناقص الارايفل زائد سي بي يو الجديد ايضا ناقص الارايفل الجديد ويساوي لنا 2. وهكذا راح استخرج الويتنج تايم، راح اجي الويتنج تايم زائد البيرث تايم لكل واحد منهم راح يطلع لي التيرن اراوند تايم. طبعا اذا ما فهمت الفيديو تقدرون تعيدوه اكثر من مره بتركيز حتى تفهموا، لان هاي الخوارزميه جدا صعبه، اي خوارزميه تعتمد على البريميتيف راح تكون شويه بيها صعوبه فقط بالبدايه. طبعا حاليا ننتقل حتى ما يطول وقت الفيديو، ننتقل الى التنفيذ العملي ونشوف شلون راح ننفذ هذه الخوارزميه.